فسعد بن أبي وقاص رضي الله تبارك وتعالى عنه هو من أهل الشورى وأصحاب الشورى الستة الذين عينهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه يوم طعن، فقيل له: يا أمير المؤمنين استخلف أوصي. قال: ما أعلم، وفي رواية: ما أجد أحدا أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر، أو قال الرهط، الذين توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضي. بحر من نور الإيمان، هذا هو ابن أبي سفيان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله جميعا من الضلالة ومن النار، ونسأل الله تبارك وتعالى الهداية والجنة، أمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن سبق معنا في المجلس الماضي ونحن في سياق الحديث والكلام عن مناقب وفضائل سعد بن أبي وقاص رضي الله تبارك وتعالى عنه، أن ذكرنا بأن سعدا هو من أصحاب الشورى، من أهل الشورى الذين تم تعيينهم من قبل أمير المؤمنين عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه حين طعن، وقيل له: يا أمير المؤمنين أوصي استخلف. فقال رضي الله تبارك وتعالى عنه: لا أجد أحدا أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر، أو قال الرهط، الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. فسمى عليا وعثمان وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فهنا نلاحظ ملاحظة في غاية الأهمية، أنه مما عرف عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه شديد التحري في اختيار وانتقاء الرجال، يعتمد في هذا الاختيار على من كان له قدم صدق وسبق في الإسلام، لا يلتفت إلى الجاه ولا إلى السلطان ولا إلى القرابة ولا إلى شيء من ذلك، إنما يعتمد على التقوى والعمل الصالح. فلهذا لما اختير سعد بن أبي وقاص مع هؤلاء، مع بقية الصحابة، لأن يكونوا في مجلس الشورى، هذه تعد من مناقب سعد بن أبي وقاص رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال: لا أجد أحدا أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر أو الرهط الذين توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. ثم إن عمر رضي الله تعالى عنه اعتمد وارتكز في هذه التزكية على أي شيء؟ على تزكية النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء. ماذا قال؟ مات النبي صلى الله عليه وسلم، توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم. فهذه تعد من أبرز مناقب سعد بن أبي وقاص رضي الله تبارك وتعالى عنه. ثم أكد في سياق هذه الوصية أمير المؤمنين على قضية سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، ماذا قال؟ قال رضي الله تبارك وتعالى عنه: فإن أصابت الإمارة سعدا فهو ذاك، وإلا فليستعن به أيكم ما أمر،
فإني لم أعزله عن عجز. فهنا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يريد أن يبقي لسعد بن أبي وقاص منزلته ومكانته التي يعرفه بها المسلمون، فقال: فإن أصابت الإمارة سعدا فهو ذاك، يعني هو أهل لها، وإلا فليستعن به أيكم ما أمر. يوصي الخليفة إذا لم تكن الخلافة في سعد، يوصي الخليفة أن يستعين بسعد بن أبي وقاص وأن يجعله من أهل بطانته وأن يجعله من المستشارين، فليستعن به أيكم ما أمر، فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة. هنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يشير في هذه الوصية إلى قضية وقعت لسعد بن أبي وقاص مع أهل الكوفة حين رفع أهل الكوفة شكوى ضد سعد بن أبي وقاص، وأرسل عمر رضي الله تعالى عنه يتبين ويتحقق فيما قيل عن سعد، فتبين له بعد التحري والتحقيق أنها افتراءات وأنها باطل، ولهذا قال: فلم أعزله عن عجز ولا خيانة. وقد روى الإمام مسلم عليه رحمة الله تبارك وتعالى تفاصيل هذه القصة عن الصحابي جابر ابن سمرة رضي الله تعالى عنه، قال: شكى أهل الكوفة سعدا إلى عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه، فعزله عمر واستعمل عليهم عمار ابن ياسر، فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي، وهذه بين ابني كذب، هذا الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم وسمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فهذه من أبين الكذب على سعد بن أبي وقاص، فقالوا إنه لا يحسن أن يصلي، فاستدعاه أمير المؤمنين عمر، قال: يا أبا إسحاق، سعد بن أبي وقاص يكنى بأبي إسحاق، فإن هؤلاء ذكروا حتى قالوا أنك لا تحسن تصلي، وهو يدافع عن نفسه: يا أمير المؤمنين، أما أنا فوالله كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرم عنها، يعني ما أنقص منها شيئا، قال: أصلي بهم صلاة العشاء فأركض في الأوليين وأخف في الأخريين. فقال له عمر: ذاك الظن بك يا أبا إسحاق، يعني نحن نحسن بك الظن، ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. ثم إن عمر رضي الله تعالى عنه أرسل رجالا، وقيل رجلا وهو محمد، والرجل الذي بعثه أمير المؤمنين ليحقق في هذه الافتراءات فيما قيل عن سعد هو محمد ابن مسلمة الأنصاري الصحابي الجليل رضي الله تبارك وتعالى عنه. فجعل هذا الصحابي كلما دخل مسجدا من مساجد الكوفة يسأل أهلها عن سعد ما قيل فيه، أهو حق أم باطل، فيثنون معروفا ويقولون خيرا، حتى دخل مسجدا من تلك المساجد، فقام رجل قال: أما إذ نشدتنا فأنا سأذكر لك مثالب سعد، عيوب سعد، فقال: إن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. فهنا غضب سعد بن أبي وقاص رضي الله تبارك وتعالى عنه، فقال: أما والله لأدعون بثلاث، اللهم أطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. فكان هذا الشيخ بعد يقول: شيخ مفتون أصابته دعوة سعد. فقال عبد الملك أحد رواة هذا الحديث: أنا رأيته بعد وقد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، وهو يتعرض للجوار في الطرق يغمزهن، أسأل الله السلامة والعافية. إذن هذا الحديث الذي سقناه من فوائده
تبرئة ساحة سعد مما قالوا فيه، فإنهم أثنوا معروفا وقالوا خيرا إلا من شد. ومن فوائد هذا الحديث دل على فائدة طيبة، وهي أن سعدا رضي الله تبارك وتعالى عنه كان مجاب الدعوة، وأصلا إن دعوة المظلوم مستجابة حتى ولو كانت من كافر، فالله تعالى يستجيب دعوة المظلوم من كافر ليس حبا للكافر ولكن حبا للعدل وبغضا للظلم. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. فإن سعدا رضي الله عنه كان مجاب الدعوة، قال عليه الصلاة والسلام: اللهم أجب دعوته وسدد رميته. ونفهم من هذا الحديث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يجل كثيرا هذا الصحابي: ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. ولهذا كان يستعمله في إمارته ويستعين به، وهو الفارس، فارس الإسلام الفاتح، كما في القادسية والمدائن وغيرهما رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. توفي سعد ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه في قصره بالعقيق على أميال من المدينة، ثم حمل على أكتاف الرجال فدفن بالبقيع في البقيع بالمدينة رضي الله عنه وأرضاه. فأقول هذا الذي تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، إن ربي غفور رحيم. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بهذه المجالس الطيبة حتى نتخذ هؤلاء الصالحين أئمة وقدوة لنا في ديننا ودنيانا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم.